يما كي كانت تجري طنول بيت كنت نقية وكي حبس راسي دخل داخل طنجرة. من منا لا يذكر هذا الرجل، فنان زار بيوت الجزائريين من خلال أعماله التلفزيونية والسينمائية، جسدها خلال مشواره الحافل والذي لا يتوه أحد من الأجيال عن معرفته. هو أرسقي رابح الشهير بأبو جمال، أدى دور ابن الراحلة وردية في فيلم الطاكسي المخفي رفقة عمالقة الكوميديا الجزائرية أمثال عثمان عريوات ويحيى بن مبروك وآخرين. رجل طالما خدم الفن وظل يزرع الفرحة في قلوب المشاهدين، الفكاهي الذي أحبه الكبار والصغار وفرض الاحترام والتقدير من خلال أدواره التي تترجم أفكاره وتعبره عن أحاسيسه القريبة من الواقع. يرحل عنا اليوم عن عمر يناهز 79 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض. أرسقي رابح زايد 24 مارس 1938 في القصبة، قريت في المدرسة مسيت فتح، عندي الدبلوم كور فان ديتود، وزدت لنا مسيت شمع اسمها خاتي زهور، زدت قريت جوزت الكشافة الإسلامية لاجتهاد 1946. واحد من أبناء المسرح، قدم أزيد من 400 عمل في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. التحق المرحوم أبو جمال في خمسينيات القرن الماضي بفرقات محي الدين بشترسي والإذاعة قبل الانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير، وبرز في مسرحيات حسن طيرو إلى جانب رويشد والغولة، كما ترك بصماته في الفن السابع بأعمال خالدة مثل فيلم حسن تاكسي وحسن النية وتاكسي المخفي. إذن ها هي الجزائر تفقد مرة أخرى أحد الوجوه السينمائية والمسرحية القديمة، قد لا تجد من يعوضه. إما كي كانت تجري طنول بيت كنت قيّة